كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. بالنسبة ما غاتتسناو المغاربة انهم يديروا اكثر من هكا، اللعابة داروا المجهود ديالهم اللي خاص يدار. الحمد لله على كل حال، شرفوا المغاربة، شرفوا العرب، شرفوا افريقيا. تحية للعابة كاملين، المدرب، الجماهير اللي ساندتهم، والقادم افضل ان شاء الله. كنظن ان الهدف اللي تسجل في الاول هو اللي كان شويه ربك اللعابه، وكنظن ان حتى ديك التغييرات الاضطراريه وغياب اكراد وسايس لعب دور كبير، ولكن في نفس الوقت شفنا المهم هذا الشيء، ان واخا تلقينا هدف فكان رد الفعل ديالنا هجوميا بين اننا ما كنلعبوش غير اللور، ان قادرين نكونوا نلعبوا حتى هجوميا. الحمد لله على المغرب اللي وصلت لهاد الدرجه هادي، راه خير كبير، الله يوفقهم، وان شاء الله غيديو الكاس الجاي، ان شاء الله غيديوه، لان فرقه عظيمه وخصنا نشجعوهم ان شاء الله. عاش الملك وعاش الوطن. حول استضافه ديال المنتخب المغربي مع فرنسا، حنا كنا متوقعين بان فرنسا غادي تتاهل. انا مغربي، ايه بغينا المنتخب المغربي يربح، ولكن راه كاين الاعطاب، كنا عارفين بان الدفاع عنده اعطاب، خصوصا بان فرنسا راه عندها مقومات وعندها كذا، هاد المسائل عندها اساسيه في اللعابه كلهم باقيين صحاح وباقيين واقفين. الاربيط راه ما عندنا ما نقول، ما الاربيط ما تلعبه، وما ساعدناش لحد، لعبنا كره شويناهم مبارك، كون يربحونا بكره ما بقاش فينا الحل. الاربيط بيلانتي ما بغاش يعطيها لينا، الكفره ديالنا ما تيبغيش يعطيها لنا، هذا اللي ما نسمحوش ليه. وديما مغرب وعاش المغرب، ولعبنا على امهم كره وبخير الحمد لله وعاد. هو بالنسبه للنتيجه ديال المقابله كنشوفوك الدراري تبارك الله تقاتلوا، شرفونا في هذا كاس العالم، الحمد لله وصلنا لهذا النصف نهائي. الصراحه اليوم ما نستاهلوش الاقصاء، كيف ما كنشوفوا بزاف ديال الاخطاء التحكيميه، هذا الشيء هذا اللي كنظنوا ان بهذه الوسائل الجديده كامله ما غاديش يبقى. والماتش الصراحه احسن اداء للمنتخب شفتو انا في هذا كاس العالم، واخا ما يقدرش شي واحد ما يتفقش معايا، ولكن زعما عمرنا استحودنا على الكره في شي ماتش بحال هكا. ما كسب الصراحه، نخشيو كره في الشبكه، ما الكره ما بغاش تدخل، ولكن كنبقاو لعبنا ماتش احسن من فرنسا بزاف، هما اليوم داروا نفس اللعب ديالنا اللي درناه في الماتشات اللي فاتوا، رجعوا للور، ما حرفناش لحد، نخشيو كره في الشبكه، ولكن كوميم كنقولوا ربحنا واحد المنتخب زعما الكاس الامم الافريقيه، كنظن يكون الاداء احسن من هكا ان شاء الله. السلام عليكم، تحياتي للمنتخب المغربي اللي وصل لهذا الانجاز العظيم، حنا فرحانين، كيتاهل كي ما تاهلش، اقسم بالله ما عندنا المشكل، حنا مغاربه وتنامنوا بالله سبحانه وتعالى، هذا نهار كبير في تاريخ العرب كاملين، اقسم بالله الا في تاريخ العرب كاملين، ما كاينش المشكل وما عندناش المشكل. شوف الحلم حنا كنحلموه ولكن ما تحققش، ما عندناش المشكل، هذه واحد الامنيه كبيره، وصلنا لواحد الانجاز عظيم، ومازال نقاتلوا على المركز الثالث ان شاء الله. الحمد لله حنا رابحين، كي دينا الكاس كي ما ديناش، الدراري ديالنا اللعابه داروا مجهود كبير، ورغم انهم مبليسيين وواكلينها، ورغم ذلك داروا مجهود كبير بزاف وبزاف المحاولات اللي ضاعت لهم، والحمد لله الكره ما بغاتناش دابا، ولكن ان شاء الله ديما وديما وديما غنبقاو مغرب، وعاش محمد السادس وعاشت الاسود، وكنقول لهم تبارك الله عليكم والله يحفظكم والله يحجبكم. بالنسبه للمقابله اليوم هي مقابله تكتيكيه، تغلب فيها الدهاء ديال المدرب الفرنسي ديدي ديشون، ولكن الحمد لله حنا فخورين بالمنتخب ديالنا اللي دار واحد المسار تاريخي، وهذا المسار اللي دار هو ملهم للاجيال القادمه ان شاء الله، لا بالنسبه للفرق الوطنيه لا بالنسبه للمنتخبات الفئات السنيه برمتها، والحمد لله حنا راضيين، وباقي لنا واحد الانجاز صغير كنتمناو ان شاء الله نحققوا ليه هو المركز الثالث نهار السبت، وغنشجعوا المنتخب، ولا ربح المنتخب ان شاء الله نهار السبت غنخرجوا ونحتفلوا ان شاء الله باذن الله. اليوم حنا فرحانين انجاز اللي دار المنتخب، وصلنا للدومي فينال، عمرنا وصلنا للدومي فينال، كانوا شي اصابات اللي تشرع على المنتخب ديالنا، بحال نايف اكرد اللي لاعب كبير بانت بلاصتو اليوم، واخا عوضوا اشرف داري، ولكن الاكسبيرونس ديال اشرف داري ماشي هي ديال اكرد. المهم حنا فرحانين، العرب كاملين فرحانين، لي زافريكان كاملين فرحانين. الصراحه شرفونا، وتنتمناو ان شاء الله بالترتيب يعني نكونوا من الاولين ان شاء الله يا ربي. الحمد لله ما خسرناش، يعني ما مشيناش خاسرين الحمد لله. صراحه راضيه، حيت فرحنا وفرحنا وفرحنا. كذبت عليك؟
هو المهم راه لو في انك توصل للدومي فينال راه بحد ذاته انجاز. تبارك الله على اللعابه، تبارك الله على المدرب وليد الركراكي، خلق لينا واحد المنتخب اللي هو قوي. للاسف وقع داك الغلط في الدقائق المبكره من المباراه، ولكن ماشي مشكل. ان شاء الله مشى لكوب دي موند، اسبيرون يكون الخير ان شاء الله في كوب دافريكو، وعلاش لا نديو توبه ان شاء الله. المقابله بعدا، السلام عليكم. بسم الله، كانت المقابله في الاول كان شي شويه القضيه مضعضعه، فهمتيني، شويه ما كانش اللعب هذا، ولكن في التالي ريكوبيراو ديك الشيء كامل ولعبوا مزيان الحمد لله. والمهم كان كو كان لعب معنا الحظ كون راه جبنا البيوت يعني كثارين، ولكن ما لعبش. ولكن الحمد لله والشكر لله ان احنا علينا الشرف اننا وصلنا نصف النهايه، والحمد لله هذا الشرف ما عطاهش الله لبزاف ديال الدول، ولكن عطاه لينا حنايا. وبهذا السبب ديال نصف النهايه تعرف المغرب في العالم، وتهزت الرايه ديال العالم والنشيد الوطني، حفظوا العالم، وهذا شرف لينا، والله يحفظ المنتخب المغربي. والحمد لله شرفنا وشرف العالم. بان لو ماتش تي ان ماتش تري ديفيسيل سور لو بلان تاكتيك سور لو بلان تكنيك، اون ايتي فريمون مال مني او برومي مي تان او دوزيام مي تان اون ايو ديز اوكازيون مي مالوروزمون ليزا راتي دونك دو كو il faut dire que on était quand même en face d'un champion du monde en titre. Les Français c'était quand même une équipe très solide. Ils ont bien joué, ils ont raté, ils n'ont pas raté leur occasion. Et donc finalement, il faut dire que nous sommes fiers quand même de nos Lions de l'Atlas, de nos Marocains, de Walid Regragui, qui nous a assuré une très belle prestation cette soirée et durant toute cette Coupe du Monde. خصوصا المنتخب المغربي على ود، واخا خسرنا هذا الماتش لعبنا مزيان، كنا احسن من فرنسا وكنا عندنا لعاب زوينين، كان غير عندنا دي فوت قلالين مثلا، وعندنا الروح قتاليه، وغادي نلعبوا ضد كرواتيا باش ان شاء الله غادي نتصنفوا ثالث فرقه ثالث منتخب كاين في كاس عالميا في الكاس ديال العالم. وتحيه لوليد الركراكي وليداتو، وخا هكاك راه هو احسن مدرب داز في المنتخب.